بيقول كيف اعمل نسخه احتياطيه للايفون على هارد ديسك خارجي بشكل مباشر. جميل. طبعا انت عارف ان هذه المشكله اسامه انه اغلب الناس الكمبيوترات عندهم مساحه هارد ديسك السي تيجي صغيره من الشركه نفسها، وبيكون عليها محمل نظام الويندوز او نظام نفس الماك والاشياء هذه، فالناس بتعاني لما بتاخذ نسخه احتياطيه. الجوالات وصلت الان الايفون 512 جيجا وفي واحد تيرا على فكره، هذا اللي يقوله حينزل. لا في نزل بس مو من الايفون، من شركات ثانيه يعني. اوكي ايوه سامسونج والاشياء هذه. صحيح. عندهم واحد تيرا، فلما بتاخذ النسخه فبيمتلي عندك مساحه السي. فالايتونز ما تقدر تغير مسار اخذ النسخه الاحتياطيه، فحنضطر وقتها الى تنزيل برامج مساعده اخرى. عندك مثلا برنامج المشهور اللي هو البرنامج الصيني 3D Tools اتوقع بالضبط. هذا هو تقدر تختار مسار النسخه دي او هارد ديسك خارجي او اي مسار اخر.